خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الكابيتشو صغيور ديال واحد الوليد عنده عام. هنا الطرف هذا راه شاطلين داك الكيطمه اللي كنت خيطت معكم، داك ديال الدار شاطليه الطريف، غادي نخرج منه كابيتشو ديال الوليد. عندي هنا التوب درتو على 4، دائما هاد الشعره هادي تكون هابطه هكا لتحت. جبت هاد التوب ودرت له هكايا، خليت في العرض ديالو 20، وغادي نحط العبارات ديالي. دابا غنحط العبارات من هنا، ندير خط هنايا. عندي في الكتاف 12 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. العبارات ديال الدراري الصغار راهم بحال ديال الكبار، كنقسمو دائما العبارات هالكتاف كنقسموهم على جوج. نهبط هنايا جوج سنتيم وغادي نهبط هنايا في التركيز، غادي نهبط 15 باش ما يجينيش التركيز صغير. الصدر غندير لها غندير له 16 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. صافي، غادي نشد الطول ديالي. دابا غنشد من هذا الخط ديال الكتف وغندير في الطول، غندير 37 بالخياطة، غندير 37. صافي، من هذه النقطة هذه غادي نصيلها لهنايا. غادي نصيل هذه النقطة هذه لهنايا، النقطة ديال الكتف، ونطلع من هنايا واحد 4 سنتيم وغندير الدورة ديال التركيز ديالي. هنا في العنق غندير 6 سنتيم الدورة ديال العنق. نهبط داك جوج سنتيم اللي عندي هنا. صافي، هذا هو الكابيتشو ديالنا، هذا هو التركيز. هنا راه ما كنديروش داك الدخله ديال الكرش، على حساب الدراري ما كيكونش عندهم داك الدخله. هنا غادي نحيد الظهر، هذا الامام ديالي. غادي نهبط هنايا واحد 6 سنتيم، ندير الدوره ديال العنق ديال الامام. غادي ندخل هنا غير واحد سنتيم، ماشي بزاف. صافي، دابا غادي نعبر التركيز ديالي نشوف شحال فيه. عندي في 20، عندي في الطول ديال الكمامة 27، نزيد جوج سنتيم ديال الخياطة. هنا في الدورة ديال الكم غندير 11 وغنهبط هنايا 6. صافي، ونصيل هكا بخط القنت لهنايا. صافي، نقسم هادي على جوج وغادي نخرج من هنا شي شويه واحد سنتيم، ومن هنايا سنتيم. طبعا نخرج القب ديالي، خليت هنا واحد 4 سنتيم. هادي غادي نطويها باش غادي نحشي فيها السيور الا بغيت ندير له السيور من الدوره ديال الامام. وغادي ندير هنايا 27، وهنا في العرض غندير 21. غادي نسال هاد النقطه هادي عند هادي، وهنا غادي ندير 18. غادي نسير الخط هكا، غنطلع 5 سنتيم هنايا. هاد النقطه اللي درت هنا اللي طلعت بها 5 غنصيلها لهنايا القنت،
غادي نصين هاد النقطة هادي عند هادي، ندخل هنا واحد جوج سنتيم في القنت باش يجيني داير الكابيتشو. صافي هذا هو القب ديالي. هنا غادي ندير له جياب خارجيين يجي على برا، غندير في الطول ديالو 20. والعرض غندير 20. هنا غادي ندخل 4 سنتيم ونهبط هنايا تسعود، نصل هاد النقطة هادي مع هادي. صافي هذا هو الجيب ديالنا، غادي نلصقوه في الكابيتشو. ندوزو دابا للخياطة. هنا غادي نبدا نخيط هاد الكابيتشو ديالي. انا راه علمت له المنتصف ديال الامام هو هذا. هنا غادي نحط الجيب ديالي، غنجيب الجيب بعدا غادي ندير له لوغلي لهاد البلاصه هادي، نطويها هكا سنتيم لداخل. نطوي هادي حتى هي سنتيم هنا لداخل، ندوز عليها بالخياطة. نحط هاد المنتصف ديال هادي ديال الجيب نحطه هنايا في هاد الخط اللي دايره هنايا. المنتصف هذا غنحطو عاود هنايا فين معلمة بالطباشير هنا. غنطوي هكا يا سنتيم لداخل. هذا هو الجيب ديالنا، غنجيب دابا الوجه عند الوجه ونلصق الكتاف. نجيب لكم ديالي ونبدا من هنايا. هنا القب ديالنا راه دوزنا له السورجي، غادي نعاودو بالخياطه من هنايا. بعد سنتيم اللي خلينا ديال الحاشيه غادي نطويها هكايا لداخل وندوز عليها بالخياطه.
هنا راه منطيتو بالسورجي، دوزتلو السورجي في الجناب، عاد نعاودلو الماكينة. غنجي غنعلملو هنايا المنتصف ديال الظهر، ديال الرقبة الظهر، هنا علمت المنتصف ديال الظهر، ديال الدورة ديال الخلف، وهادي الدورة ديال الأمام، هاهي علمت عاود المنتصف ديالها، طباشي حمر. غادي نجيب هاد الخياطة ديال القب ونديرها هنايا هاد ديال الخلف، التعليمه اللي علمت في الخلف، وندير هاد الخياطه ديال القب هادي اللي عندي هنايا، شدها هكا بالبانكا وندور هاد الجهه هادي ديال القب، ها هي هادي ديال الشمال. نجيب هادي بعدا ديال اليمين، هي الاولى، ونحطها هنايا فهاد التعليمه اللي علمت. غادي نزيد هاد الباندا هادي، ندخلها على هاد التعليمه، ندخلها بجوج سنتيم باش يجيني مكروازي. ها هي زيدتها لداخل كما كتشوفوا معايا هنايا، هانت هادي هي التعليمه، هادي الباندا، غادي ندخلها لداخل. ها هي نخلي واحد جوج سنتيم زايده على باش يجيني مكروازي. غنجيب هادي عاد ديال الشمال وغنحطها عليها هكايا باش تجيني وحده على وحده، ويجيني مكروازي واحد جوج سنتيم ولا ثلاثة صافي. ونشد هنا ببانكا ونبدا الخياطة ديالي هكا. هانتي هادو، هذا القب وهذا الدورة د العنق ديالي، وغادي نشدهم هكا وندور معاهم بالخياطة. نبدا من هنايا، نبدا من هنا، كما شفتوا هذا هو القب ديالي. هنا راه كيجي واحد داخل في واحد، كيجي مكروازي. دابا غندوز له لوغلي من هنا من التحت واحد السنتيم ديال لوغلي والكميمات. هنايا غندير له لاستيك باش يجي شويه مجموع، ما يبقاش محلول بزاف، مابقاش كبير هكا الدورة، يجي مجموع وكتا الديكور كيعطي ديكور زوين. غادي نعبر هنايا هاد الدورة اللي عندي لتحت، وغادي نقص منها واحد عشرة سنتيم هكايا، وغادي نقص منها واحد عشرة ديال السنتيم هكا صافي. وغادي نقطع دابا، غنحطو هكايا هاد الخياطة في الجنب هكا، ونطوي عليها هكايا، وندوز بالخياطة ديالي. ندير في الجهة التانية عاود، ندير بانكا نشد بيها صافي، وغندوز كنخيط ونجبد هكايا. راني صاوبت لاستيك هاد الدوره هادي كما كتشوفوا، تجمعات شي شويه. الا بغيتوها تجيكم مزيره اكثر يمكن لكم تنقصوا اكثر من 10 سنتيم. دابا غندير لكم حتى لكم، هذا راه صاوبت له، كيجي هكا مجموع،
غندير هذا الكم هذا، كنقطع هكايا، كنقطعها اقل من هاد الدوره هذه اللي عندي، كنقطع صغر منها صافي. نقطع حد هنا يبقى فايت هذا بهذا 4 سنتيم. هنا غادي نحشي لاستيك هنايا، وغادي نطوي عليه الثوب هكا صافي. وغادي نشدوها الطريقه هذه وندوز عليه بالخياطه هكا، نطوي عليه الثوب وندوز نجبد هكايا وانا كنخيط. هانت نطوي عليه الثوب، نحشي الابره هنايا وندوز بالخياطه. هذا هو الكابيتشو ديالنا، راه وجدناه، درنا له لاستيك هنايا باش يجي مجموع، يجي مقبوط على اليد ديال اليد صغيور. هنايا جمعناه من هنا باش ما يبقاش واسع بزاف. هذا هو الشكل ديالو النهائي. هادو الجويب ديالنا، هاد التويب هذا كنشاطيم داك الكيطمان اللي صاوب ديال الدار، داك البيجامه ديال الدار هكا. الا شاط لكم طريف تخرجوا منه، هذا راه غير نص متر، وشاط لي عاد من هذا، من داك نص متر اللي بقى لي شاط لي عاد منه طرف كبير هكا، الوليد ديال عام ولا ديال 6 شهور. نص متر راه كافي. نتمنى تكون عجبتكم الفكره وعجبكم الفيديو، واللي عجبو